السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي في برنامج الفري كاد، وده برنامج اوبن سورس ومجاني وبديل لبرامج كتيرة زي كاد ممكن تشتغل بيه برضه بيم. دلوقتي هنشوف ازاي تشتغل بيم. أول حاجة تيجي تغير روك ست ده لأرك أساس، تبقى الواجهة يظهر فيها الحاجات الخاصة بالأرك، تمام؟ ده لو أنت عايز تشتغل أرك. طيب لو أنا عايز أرسم حاجة مثلا زي بلور أو كده، أقول له أنا عايز أرسم سكتشر، يعني عايز أبدأ أرسم حاجة 2D، وتبدأ بتقول له أنا عايز أرسمها مثلا في التوب فيو مثلا، أو في البوتوم، أو في الجنب. تبدأ تختار الجهة اللي أنت هترسم فيها، وهاجي هنا أقول له كرييت نيورو سكتش، بقول له أنا عايز أرسم على الإكس واي أو الجزء اللي فوق، فبتبدأ هتتفاعل معايا. فأقول له مثلا عايز أرسم ريكتانجل أهوت بالشكل دوت، وبيبدأ بيديك المعلومات الخاصة بالكونسترين، ان ده هيبقى مثلا موزي على ده هيبقى عمود على دوت. طيب خلاص انت رسمت السكتش بتاعك. طيب هروح بقى للاركتكتشر، اقول ده كلوز اهوت، اجي اعمل سيلكت على السكتش اللي اترسم دوت اهوت. بعد ما عملت عليه سكتش هقول له انا عايز كرييت استراكشر اوبشن، فيبدا يحول لي الحاجه ديت لاستراكشر زي فلور مثلا او اي حاجه من الحاجات ديت. تقدر بقى تعمل سيلكت عليها وتغير الخصائص بتاعتها زي الارتفاع زي الطول وهكذا. تقدر تغير الهاي مثلا، بدل ما هو 1000 مثلا تخليه 200 مثلا. تقدر تغير اللينث، تغير النورمال، تغير الويدث بتاعه،